بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم بيت المصريين. النهاردة ضيفنا النهاردة هو نجم متعدد المواهب بس كلها في مجال الفن. بدأ حياته كصحفي يغطي أخبار الفن، ثم ناقد فني، ثم ممثل، واشتهر بأدوار الشر رغم أنه صحفي بيشكل وجدان الناس بكتاباته، وأخيرا يوتيوبر عمل قناة اسمها الفن حياتنا. تعالوا بنا نشوف أفكاره في كل مجال وإزاي قدر يجمع بين كل ده وينجح فيه ويثبت وجوده. معانا النهاردة الكاتب الناقد الفني الفنان وحيد الصنباطي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا وشرفت بيت المصريين. ميرسي، اهلا بيكي وميرسي على المقدمة الجميلة. اهلا بحضرتك وبنشكر حضرتك على تلبية الدعوة للبرنامج. نبدأ من الاخر، قناة الفن حياتنا، حضرتك ليه اخترت الاسم ده وايه هي معناه من وجهة نظرك؟ انا شايف ان اي انسان فينا جواه حتة الفن، يعني حتى لو مش شرط يكون مؤلف او مطرب او ممثل او مخرج، لا، اللي الست في بيتها وهي بتوضب البيت بشكل فيه فن، هي فيها فن. اللي لما بتعمل أكلة حلوة بيبقى فيها فن، لازم بنفس عشان تعملها كويس. يعني اي واحد بيشتغل شغله بحب بيبدع فيه وبيعمله بفن. اذا الفن داخل في كل حياتنا. من هذا المنطلق انا قلت اسمي القناة الفن حياتنا، لان هو فعلا الفن حياتنا وفي حياتنا في كل حاجة. تمام. حضرتك مارست العديد من الفنون، الكتابة والنقد الفني والتمثيل والصحافة والقناة على اليوتيوب. ايه اكتر حاجة بتحب تشتغل عليها؟ انا بحبهم كلهم، بس كل واحدة بيبقى ليها مرحلة في حياتي. يعني انا بدأت حياتي كصحفي فني، كنت مش مركز خالص غير في الصحافة الفنية. تمام. علشان اقدر ان انا احقق ذاتي واعمل حاجة في المجال الجديد اللي انا الاول مرة بشتغل فيه ده يعني. وبعدين لما اتنقلت للعمل في مجال التمثيل، كنت برضو محافظ على الصحافة موجودة في حياتي، وكمجال جديد بشتغل فيه اللي هو مجال التمثيل حاولت ان انا اديله كل طاقتي. ازاي تم نقل حضرتك من الصحفي الى الممثل؟ هو مش نقل، هو انا طبعا صحفي فني زي ما انت عارفة، فعلاقاتي كلها بالفنانين وبالوسط الفني. ولما بدأت حياتي صحفي بعلاقاتي الكتير اللي كانت موجودة، كان في مخرجين كتير وناس كتير في الوسط الفني بيقولوا لي انت ستايل تنفع تمثل، فأنا ما يعني ما خدتش. والموهبة موجودة برضو. يعني قلت ايه، افكر اخد وقتي ولحد كمان ما اكون اثبتت نفسي في مجال الصحافة، علشان ما بقاش عمل زي اللي وقف على السلم، هو لسه في بدايته الصحفية وهيمثل، طب يا ترى هو هينجح في ايه ولا مش هينجح في الاتنين ويبقى خسر كل حاجة. لا، انا حبيت ان انا اثبت وجودي الاول في مجال الصحافة، والحمد لله ده حصل، وفي نفس الوقت احافظ عليها لان هي مهنتي الاساسية، ومثل وهي برضو موجودة. فانا استمريت في مجال التمثيل واشتغلت كتير وعملت 62 مسلسل وعملت 4 افلام، وانا ما زلت صحفي وناقد فني بجريدة الاخبار. تمام. ليه بقى ادوار الشر؟ اشمعنى ادوار الشر؟ كل ادوار حضرتك بتتسم بالشر. هي دي حقيقة صحيح. وانا مع انها بعيدة كل بعد عن الحقيقة. على فكرة يعني الحمد لله. اللي يعرف حضرتك عن قرب بعيد خالص. يعني بس انا لما حبيت امثل قلت انا عايز امثل حاجة ابقى انا بحبها. تمام. يعني ما بقاش داخل امثل علشان اقف قدام كاميرا، مش ده طموحي. انا عايز اعمل حاجة ابقى انا بحبها علشان اقدر ابدع فيها. فانا كنت بحب ملوك الشر،
يعني كنت احب اتفرج على افلامهم وكنت انفعل واتحمس معاهم، وفريد شوقي ومحمود المليجي وتوفيق الدقن وستيفان روستي ويعني كل نجوم الشر اللي احنا نعرفهم كنت يعني بتفاعل معهم. وجي بقى كمان عليهم عادل ادهم اللي اصبح هو يعني نجمي الاول يعني. فانا كان نفسي امثل ادوار الشر علشان عادل ادهم، كان نفسي يعني يبقى عندي روحه اللي اقدر يعني اطلع منها ولو يعني حاجه بسيطه. طبعا انا هروح جنبه فين؟ هو البرنس. فالحمد لله قدرت ان انا يعني ايه يعني اخد ولو روحه واشتغل بيها، والحمد لله ان هي يعني لا فعلا بكل لقيت قبول عند الناس يعني. حضرتك بالظبط. طيب ايه اللي ضافه الصحفي للفنان والعكس؟ الصحافه اضافت للفنان قوه شخصيه، انك يعني مش بتشتغل في الفن علشان محتاجه، ما هوش اكل عيشك. تمام. فهو لو اكل عيشك هيبقى صعب قوي. لو قعدت 3 4 شهور في البيت مش هتلاقي تاكل. بالظبط. فالحمد لله الصحافه ادتني القوه ان انا امثل وانا مش محتاج لفلوس التمثيل علشان كهاوي حاجه مش اساسيه. بشتغلها كهاوي. بعمل اللي انا بحبه، بختار الادوار اللي انا عايزها، محدش كان بيفرض عليا دور يعني. تمام. مفيش ادوار خالص الا ادوار الشهر، ولا ما تعرضتش على حضرتك من خلال المخرجين ادوار تانية غير الشهر؟ لا كانت بتتعرض. بس انا ما كنتش بقبلها يعني، كان بيتعرضوا ادوار كبيره الشهر. اطول يعني، دايما ادوار الشر في الاعمال الدراميه بتبقى محدوده مش كبيره، 5 حلقات 6 حلقات 10 حلقات 12 حلقات. فانا لما كان يجيني دور مثلا يكون المسلسل كله 30 حلقه بس دور عادي ما فيهوش شر، ما كنتش احب اعمله. كنت اقول له لا اديني دور الشر، يقول لي ده دور الشر 12 حلقه، اقول له حلو. طيب انا عايز تنوع، ما خفتش تحجب نفسك في دور معين بس؟ لا ما خفتش، لان انا حبيت اكون متخصص في الحته دي. يعني هي دي تبقى متميز بيها. اللي ممكن اتميز بيها، لجانب ان هي ماشيه مع تون صوتي، مع البادي لانجويج عندي، شكلي جسمي كله. يعني انا لما قلت امثل قلت ايه يعني، انا بصفتي بفهم فن وناقد فني، فلما ببص لشكلي بلاقي ان هو يركب اكتر في حته ادوار الشر، ممكن تبقى تنجح معايا اكتر يعني. طيب السؤال ده بياخدنا لسؤال تاني، هل الفن فعلا ممكن يفتح بيت ولا يعني درجات؟ يعني في ناس مثلا شغاله في شغلها الشاغل هو الفن، بدليل ان النهارده لما بتتركن وما فيش مش بيجي لها دور. يعني احد الفنانين قال لي من فتره قريبه ان ليه 2 ما اشتغلش او ما تعرضتش عليه اعمال. طب ده معناه ان ما يقومش بيت؟ يعني هياكلوا ويشربوا منين؟ ايوه طبعا التمثيل يعني اذا ما نعتمدش على الفن. لا ما ينفعش تعتمد يعني انا لو الفنان هقول نصيحه يشوف حاجه تانية. لحد يعني ما بيبدا حياته في فن التمثيل تمام، لو عنده مهنه تانية ما يسيبهاش. لو عنده اي حاجه تانية رزق بتدخل له اكل عيش ما يسيبوش، لان او يحاول برضو اللي ما عندوش يحاول يبحث عن عمل اخر، لكن ما يبقاش هو التمثيل فقط الأساسي. هو هدفه، لانه هيمر باحباطات كتير. تمام. وهو ممكن ما يحتملش لو ما عندوش دخل. لان زي ما انت حضرتك قلت في فنانين طبعًا. قاعدين مش بس بقالهم 2 بقالهم 10 كتير. ما بيشتغلوش. هم لو ما كانش عملوا فلوس جداد وشباب جديد فمش عارفين. لو ما كانش عملوا فلوس قبل كده يعيشوا عليها، وحتى لو عملوا برضو ما بتكفيش. اكيد لان الحياه فبيتعرضوا لازمات كبيره، وبنشوف حالات كتير بتصرخ في السوشيال ميديا وفي الجرايد فنانين ليهم اسماء وكبار. طب ممكن الرساله اللي توجهها من خلال البرنامج للمخرجين ولا للشباب ولا للفنانين ولا الايه الحل لهذه يعني الظاهرة؟ اولا احنا بنقول للوجوه الجديده وللشباب اللي داخلين يمثلوا زي ما قلت لحضرتك، ما يبقاش اعتمادهم الاساسي في اكل عيشهم يعني، او في مصاريف حياتهم على الفن. يبقى الفن ده يعني يا ريت لو جاب مصاريفه في الاول يبقى كويس قوي،
مصاريفه اللي هو بقى مواصلاتك ورايح وجاي ولبسك يكفي نفسه يعني وكده. لو كفى ده يبقى كويس، لكن لازم يبقى عندك حاجة تانية بتعيش منها. ده بالنسبة للشباب او الفنان. بالنسبة للمخرجين اتمنى ان هم يعني ما يتقوقعوش حوالين الشلل اللي هم عاملينها لنفسهم مع الناس اللي موجودين، لان هو لو بص بنظرة بعيدة شوية هيلاقي ممثلين كتير يمكن افضل من اللي على الساحة دلوقتي لكن ما بيشتغلوش. كمان بقول للمنتجين، لان هم يمكن اصبحوا هم دلوقتي اللي بيختاروا الفنانين الممثلين، ان هم يعني يبصوا بصورة ابعد برضو للناس اللي قاعدين في بيوتهم، الناس الفنانين الموهوبين وبيعانوا علشان ما عندهمش دخل يقدروا يعيشوا بيه. يعني بصراحة الحالة يعني صعبة لكن نتمنى ان الدنيا تتعدل في ظل الأزمة ويحصل الحالية عدالة يعني في الموضوع، ويمكن ده يعني اللي ممكن يحصل في الفترة الجاية بعد الاجتماع الأخير اللي عملته الشركة المتحدة مع نقيب الممثلين دكتور أشرف زكي، ان هم هيعتمدوا في كل شغلهم بعد كده على أعضاء النقابة، وان النقابة هي اللي هترشح الفنانين سواء اذا كانوا في الادوار السنوية يعني، لكن الابطال دول بيرشحهم الشركة المنتجة فده يمكن يعدل الميزان شوية تمام. في ناس كتير حضرتك بتحب التمثيل وشباب حابة تشتغل في التمثيل، تقول لهم ايه؟ هل التمثيل مهنة سهلة؟ ومن وجهة نظرك ايه اللي بتحتاجه؟ اللي عايز اقول لهم ان التمثيل اصعب مهنة. اللي بيفكر انه يمثل لازم يبقى عارف انه داخل على اصعب مهنة في الوجود. انت علشان تمثل مثلا عندك اوردر النهاردة، فانت النهاردة كله او اليوم ده كله انت مركز في الاوردر، من ساعة ما بتصحى من النوم بتشوف هتلبس ايه، بتشوف هتروح المكان اللي انت رايحه ازاي، بتشوف الورق اللي انت هتقوله، المشهد اللي هتمثله او الدور يعني اللي هتعمله طبعا. هتعمله ازاي يعني، بتروح كمان وما بتبقاش انت حر في انك مثلا المشهد بتاعك مشهد واحد فممكن تخلصه وتروح، لا ده المشهد بتاعك ده ممكن يبقى نهاية الاوردر يعني نهاية اليوم، يعني مثلا يجيبوك الساعة 11 الصبح وتحصل احداث فتصور 11 بالليل اخر اليوم. تمام. فلازم تبقى هادي جدا، لازم تبقى محتمل، الى جانب بقى ان انت وانت بتصور ممكن انت تبقى حافظ وكويس قوي ومعاك في المشهد 5-6. تمام. كل مرة واحد بيغلط غلطة فنعيد، وممكن تبقى واقف في الشمس فتبص تلاقي معرض انت معرض لان انت تتعب جدا وتفضل واقف على رجلك بالسبع تمن ساعات علشان تصور مشهد مدته دقيقة على الشاشة. تمام. فهي مهنة من اصعب ما يكون. النصيحة اللي هو يعني زي ما قلت لحضرتك لازم يبقى عندك حاجة تانية جنبها، الى جانب ان انت يعني لو دخلت مجال التمثيل لازم تبقى بتحبه قوي علشان تقدر تستحمل مشاقه. تمام. والمسألة ما هياش تمثيل بس، يعني للأسف يعني انت علشان تمثل ما هياش موهبة بس في التمثيل، انت لازم يبقى عندك موهبة في العلاقات، انك تعرف تعمل علاقات كويسة مع الناس. تمام. لازم تعرف تجامل الناس. لازم يتواجد في المناسبات. لازم تعرف كلها. تتواجد في المناسبات، كل ده مهم جدا وكل ده مكلف انا عارف. طبعا علشان كده بقول لك التمثيل اصعب مهنه، لانك ممكن بعد ما تعمل ده كله تلاقي الموضوع مش جاي لك عربيه بعد شهرين ولا بعد سنه حتى وبيت ولا فيلا زي ما انت بتسمع وبتشوف. لا لا, لا. هي رحله كفاح وعايزه فتره، رحله كفاح وتوفيق بقى من عند ربنا. ربنا عايز ان انت تبقى حاجه او ان انت تبقى حاجه هيديلك. تمام. لكن لازم تمام. بيبقى في مجهود. طيب احكي لنا حضرتك عن اكتر دور اتاثرت بيه واثر بيك في حياتك، اتقمصته وبعد ما خلص الدور عشته كتير في حياتك. يعني هو الادوار
المؤثرة عندي كتير، لأن أنا زي ما قلت لك طبعا أنا بعمل أدوار شر، فكلها بتبقى أدوار مؤثرة. لكن أنا أذكر لك منها على سبيل المثال دوري في مسلسل حلقة الطيور نحو الشرق، ده كان مع الفنان فتحي عبد الوهاب ونورهان، وده كان في بداياتي، وكان عن حرب أكتوبر حاجة كده زي رأفة الهجان، وكان فتحي عبد الوهاب المخابرات المصرية مجندة في إسرائيل علشان يعرف هم يعرفوا معاد الحرب ولا لا ويبلغهم، وأنا كنت رئيس الشباك الإسرائيلي يعني زي الأمن، أمن الدولة أو الأمن العام الإسرائيلي اسمه الشباك. فكان صعب جدا إن أنا أعمل الشخصية دي، لأن هي يعني أنت لازم تبقى بتفكر زي اليهود، تنسى خالص أنك عربي وأنك مصري وأنك وطني، تتقمص الشخصية، تبقى تقمص الشخصية وتبقى وطني لإسرائيل، لإسرائيل عشان تعرف تأديها. فدي كانت من الشخصيات الصعبة جدا اللي قعدت أفكر إزاي أعملها. يعني أنا عملت ضابط بوليس وضابط مباحث مصري كتير في أعمال كتير، كان سهلة كنت اروح اقعد مع اي معاون مباحث صديقي ولا رئيس مباحث افهم منه هو بيتعامل ازاي مع الحراميه والنصابين والبتاع، واروح امثل. لكن ده هجيبه منين الاسرائيلي؟ فانا وصلت يعني لفكره ان انا كان المخرج بتاع العمل الاستاذ هاني اسماعيل الله يرحمه من المخرجين المبدعين الجمال، ان انا يعني قبل ما اصور اقول له هتصور امتى يا ريس، فيقول لي مثلا كمان 5 دقايق اعيش مع نفسي اتخيل حاله والبسه. فكان ايه يقول لي خلاص يا وحيد هنصور كمان 5 دقايق، فاقعد مع نفسي كده واحط ايدي على وشي واقعد اقول العرب وكذا وكل طبعا، واللي هم عايزين ياخدوا ارضنا ارض الميعاد وبتاع، عارفه، واهل نفسي بشكل قوي جدا ان انا خلاص العرب دول لازم نبيدهم، احنا شعب الله المختار احنا، واروح منزل ايدي واقول له انا جاهز يا ريس، واروح داخل باحساس ان انا يهودي خلاص. يهودي. ففي مشهد كان في الحلقه الاخيره طفل فلسطيني واد زي القمر، كان ابن هادي الجيار في المسلسل الله يرحمه، وانا بدور على فتحي عبد الوهاب علشان اجيبه بعد ما عرفت كشفته يعني، فبلاقي الطفل ده في البيت، فبقول له فين ابوك يا واد، برفعه كده واد زي القمر اردني وشعره نازل على عينه واد لذيذ، الناس كلها كانت حباه، فبيقول لي مش موجود. فبنزل بمسك المايك وبقول لو ما ظهرتش يا غوايشي اللي هو ابنك تحت رجلي، وبعلق الواد بحبل في العربيه وبركب العربيه والعربيه بتمشي عربيه جيب، والواد بيتنطط لحد ما يموت. كان مشهد صعب جدا، الناس كلها بقت لما تشوفني في الشارع حرام عليك يا مفتري، اقول لهم انا ما كنتش انا يعني انا كنت بنيامين. فده كان من الادوار الصعبه والمؤثره واللي كنت علشان اخرج منها بعد البتاع لازم اريح شويه عشان اخرج بره اليهودي المفتري ده يعني. لا حضرتك الصراحة مبدع في كل أدوارك، بسم الله ما شاء الله. طيب حضرتك حققت نجاح كبير في الصحافة، وصلت لأنك تكون نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، وحققت نجاحات كبيرة طبعا، أكتر من 60 عمل فني. إزاي قدرت تعمل ده كله وتبدع في الأدوار وفي الصحافة وفي النقد الفني؟ بسم الله ما شاء الله. الحب يعني الحب والإيمان والعمل، هم دول وقتك ازاي بقى؟ العناصر التلاتة اللي لو اي حد امن بيهم في شغله هينجح، ان انت تبقى عندك حب للي انت بتعمله اساسا، وهدف انت طبعًا بتحب اللي انت بتعمله وعندك هدف. انا لما بخش اشتغل في حاجة ببص لاعلى حد فيها وبقول له هو كان ازاي، هو كان عنده عقل زي عقلي وعنده عينين زي عينيا، ربنا مديله شكل زي شكلي، طب ايه ليه انا ما ليه هو تفوق نجح وانا ليه ما تفوقش؟ بالزبط. طيب هو ده هو اتعلم ما انا ابويا علمني برضه، تمام، هو عنده فكر، طب جابه منين؟ فيعني كان لازم بحط قدامي الرموز الكبيره
وافكر بره الصندوق بقى، ما احطش نفسي في حته في صندوق مغلق واقول انا ما ينفعش اعمل كده، ما اقدرش اقول كده، ما ينفعش اروح كده، لا كنت اي حاجه طالما لا ضرر ولا ضرار بعملها. تمام. فده كان بيشجعني وبيديني قوة إلى جانب إيماني بقى بقدراتي إن أنا إن شاء الله هنجح في اللي أنا أعمله ده. فكان ده بيساعدني. تمام. إلى جانب عشقي للعمل اللي أنا بعمله، فبعمله بحب جدا، فعشان كده كان بيطلع بشكل كويس وما زال والحمد لله. يعني دي يعني دي الثلاث حاجات اللي أنا يعني بقولها لأي حد داخل أي مهنة وعايز ينجح فيها: أحبها، آمن بقدراتك، اشتغل بإخلاص. تمام. الأوقات السعيدة دايما بتنتهي بسرعة. وقت حلقتنا انتهى. بنشكر حضرتك على تشريفك لبيت المصريين النهاردة، نورتنا وشرفتنا، ونتمنى إن شاء الله تكون في لقاءات تانية بإذن الله. نعرف آخر أعمال حضرتك. وبنرحب أعزائي المشاهدين بكل المواهب في بيت المصريين، والنماذج المشرفة تتفضل في بيت المصريين، والأرقام موجودة على الشاشة. إلى هنا أعزائي المشاهدين نكون قد انتهينا من حلقتنا برنامج بيت المصريين اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.